هي من ناس قامن بهم نومات واضح في جيبنا مطوق البطي بكله والفخر منا ومنا هي قامة القهوة نقامة كل فعايلهم ثمينة والخبر الجملة اللي مدته كل ما تمنى تخرج مد مرحبا باللي لفانا مرحبا بزله وعينا محمد بن فهد سمي جدة فهل قفي تسمينا الأصيل ابن الأصايل جعلها تبصي سنينا الله يا عسى هي برهم ويصونها الله ويتهنى ابن ابوه اللي تجي له كل الابيات الثمينة والقصايد في فهدات عجوله والتعينة ايه الكريم اللي ليا من جته مد السمينة طيب بكل المعاني وللعدو سفر محمد جده محمد سند ربعه وناس خابرين راعي الديوان والجومة قضاها ما تسينة مرحبا بالليل مرحبا بزوله وعينا محمد بن فهد فهل قافي تفنن وتغنى هي من ناس القوم بهم نومات واضح في جبينا مطوق البطي بكله والفخر منا ومنا هي من ناس القوم بهم نومات واضح في جبينا مطوق البطي بكله والفخر منا ومنا كل فعايلهم ثمينة والخبر الجملة اللي مدته كل ما تمنى قومه القهوان قومه كل فعايلهم ثمينة والخبر الجملة اللي مدته كل ما تمنى ورفعه العجمان عجوه من شمال ومن يمين محتزم فيهم ليا شانت ليالي وتونا محتزم فيهم ليا شانت ليالي وتونا مرحبا باللي لفانا مرحبا بزله وعينا صنها الله ويتهنى ابن ابوه اللي تجي له كل الابيات الثمينة والقصايد في فهدات عجوله والتعينة ايه الكريم اللي ليا من جته مس السمينة طيب بكل المعاني وللعدو سفر محمد جده محمد سند ربعه وناس خابرين راعي الديوان والجومة قضاها ما تسينا مرحبا بالليل فانا مرحبا بزوله وعينا محمد بن فهد فهل قافي تفنن وتغنى هي من ناس القوم بهم نوماس واضح في جبينا مطوق البطي بكله والفخر منا ومنا هي من ناس القوم بهم نوماس واضح في جبينا مطوق البطي بكله والفخر منا ومنا القومة كل فعايلهم ثمينة والخبر الجملة اللي مديته كل ما تمنى قومة القهوان قومة كل فعايلهم ثمينة والخبر الجملة اللي مديته كل ما تمنى ورفعه العجمان عجوه من شمال ومن يمين محتزم فيهم ليا شانت ليالي وتونا محتزم فيهم ليا شانت ليالي وتونا.